معانا على التليفون كابتن محمد شتا والد اللاعب عمر محمد شتا. كابتن محمد اهلا بيك معانا في مصر جديده، واحكي لي حكايه عمر. اهلا بك يا فندم، اهلا ويعني بحضرتك. احييك وارفع لك القبعه على طبعا المقدمه عمر واللي انت بطل من قلتيه. ابطال مصر في الكونفو. ربنا يبارك لك، احييك على المقدمه الجميله بتاعتك، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجري الحق على ايديكم ويلفت نظر المسؤولين في الالعاب الفرديه على ايديكم ان شاء الله. يا رب بس قول لنا حكاية عمر، احكي لنا. والله انا عمر ابني اتحطم، انا ابني اتوقع انه يعمل في نفسه حاجه، انا بجري عشان ابني ما يحصلوش حاجه. ايه اللي حصل؟ ايه اخر تطورات موضوع عمر؟ اقسم لك بالله ابني طفشان وسايب البيت، اقسم بالله ابني لولا ان هو بيقدم في الكليه الحربيه وسقطوه طبي اول امبارح يوم الخميس، وطلع اتظلم للواء وقال له عندك اعاده يوم الثلاث الجاي اللي هو بعد بكره، ابني ممكن يعمل في نفسه حاجه. لما لاعب 17 سنه يجيب اول عرب واول افريقيا واول عالم ويتجاهل التجاهل ده التام من الوزاره ومن في التفوق الرياضي، في درجات التفوق الرياضي، في المادي بتاعه، يلاقي التاني والتالت واخدين عشان قرارات اداريه كتبها بشر زي مامته ما طلعت في الفيديو اللي هو كان جاب شفنا حوالي 7 مليون الفيديو، مشاهده وكان كانت ترند بتبيع الناس دي الميدالية كلها. بتاعته، نعم؟ كانت بتبيع عاوزة يعني عرضة للميداليات بتاعته وللاسف للبيع. ما جابتش سعر لان لعبتنا مش اولمبيه، احنا لو لعبتنا اولمبيه ابني كان زمانه جاله عروض يعني ما شاء الله اول عالم، هنعمل ايه اكتر من اول عالم؟ الناس اللي خرجت دي تدور على مستقبلها وطموحها، تمام؟ ما جابوش اول عالم، جايبين اول تاني افريقيا، تاني مش عارف كذا، مع احترامي ليهم يعني هم انت العادة. حضرتك بتقول لي لو لعبة الكونغ فو لعبة أولمبية كان زمان عمر بره مصر دلوقتي. كان زمانه من زمان بره مصر. ما فيش حد مهتم، احنا اتكلمنا للناشط، ما حدش اهتم. ما حدش اهتم، ما حدش عمل لنا حاجة، ما حدش جربنا بأي حاجة. تخيلي لما لاعب يجيب أول عالم ليه 32 درجة 8% ويضاف المجموع الثانوية العامة وما ياخدش حاجة وينزل يلعب بطولة الجمهورية عشان ياخد درجتين، عشان ياخد 8 درجات 2%، يعني أنت متخيلة ده؟ متخيلة إن مكافأته 90,000 جنيه دولت ولا حاجة أصلاً، يعني إحنا وزي ما صارفين حضرتك عليها قلت لي الميدالية الذهبية اللي خدها لما والدته عرضتها للبيع ما جابتش حاجة أصلا، ما جابتش سعر أصلاً، وانتوا ما جابتش حاجة كنتوا أصلاً، ما حدش متوقعين اهتم. انها هتجيب ايه يعني؟ يعني هو مشكورا لاعب الاسكواش الكابتن احمد براده اللي جه مشكورا لحد البيت طبطب على الولد وما رضاش ياخد صوره معاه حتى، وما رضاش مش عارف كذا، وقال له ان انت ان شاء الله واصبر واعمل، يعني ده الوحيد اللي سال فيه. مستر اسلام كرطاش اللي هو متبني سيف عيسى وعملوا لنا مقابله وبعد كده ما حدش اهتم وما حدش عمل اي حاجه، ما حدش عمل اي حاجه. يعني النهارده انا عندي فكره، الوزارة انا كان دورها ايه في الموضوع ده؟ ولا اي وزارة حاجه اللعب. ولا حد يكلمنا اصلا، ولا حد يكلمها، لوائح قوانين ولوائح. طب انا النهارده عندي فكره بقى بسابحها للوزاره، انا عندي فكره ترحمهم من الشباب والهروب ده، ايه بس انا ابيع الفكر؟ الفكره بتاعتي، تمام؟ اتفضل. لان انا مش هدي لهم فكره ببلاش، المسؤولين قاعدين ما بيفكروش في مصلحه الولاد. انا عندي فكره ما تكلفش الوزاره جنيه ولكن تكلفها متابعه وتحتوي كل اللاعبين دول، وكل اللاعبين دولت يلعبوا باسم مصر. انت مش عايز تقول الفكرة على الهواء لا ولا مش ايه؟ هقولها طبعا، مش نعم؟ هقولها، انت عايز لا مش تبيعها؟ هقولها لحد. ايه عايز تبيعها يعني الوزارة؟ طب ابيع؟ هتبيعها بكام قول لنا علشان هو احنا صعبنا عليهم، من هو حضر احنا منكم صعبنا عليهم، القسمة فليقتسم. هو احنا صعبنا عليهم. انا عندي فكره ولو اتطبقت اقسم بالله لا تغني الالعاب الفرديه دي وما تخلي لاعب يهرب طب انا وما تخلي لاعب متشوقة يمثل. اعرف حتة او لمحة من الفكرة بس افهم يعني. ما هو ده هيكون في اكتفاء ذاتي من حاجات معينه داخل مصر، الوزاره مش هتتكلف جنيه. الفكرة الوزاره بتاعت مش حضرتك هتتكلف جنيه، ممكن نعم؟ تخلي يكون في اكتفاء ذاتي عشان يعمل دخل للألعاب الفردية. الفكره يا فندم هتغني كل اللعيبه بتاعت الالعاب الفرديه، ولكن تطبق لو اتطبقت في مصر، ولو وصل للاعب الدعم ده اقسم بالله ما في لاعب هيسيب مصر. انت عندك النهارده حضرتك ذكرت كام لاعب ونسيتي محمود، نسيتي محمود فوزي بتاع المصارعه. محمود فوزي النهارده هو افضل لاعب في الالعاب الفرديه، ده اللي اتظلم وخش على الصفحه بتاعته الفيديوهات بتاعته والمسؤولين ظلموه ازاي وشالوا في 2018. انا كنت ما معسكر هي كمدرب الأسماء منتخب، كتير بصراحة. انا كنت مدرب منتخب مصر اياميها في المركز الاولمبي، وهو هرب من المركز الاولمبي، تمام؟ وطلع بره. النهارده هو اشهر لاعب العاب فرديه في امريكا، وحول من المصارعه للام ام اي، هو مصاب حاليا ربنا يشفيه. يا النهارده رب. عندنا حسونه اللي جاب ميداليه لقطر واخد 7 مليون دولار، كان اياميها ب 120 مليون جنيه مصري. اللعيبه بتاعتنا لما تشوف الارقام دي انت عايزاها تمثل مصر، احنا بنطلع لغيرنا دلوقتي.
حال لسان حال المسؤولين في مصر عندنا منكم كتير. لسان حال المسؤولين عندنا منكم كتير. النهارده لما لاعب بيجيب لمصر ميداليه ذهب في بطوله عالم وما احناش عارفين نوصل لدور الثمانيه في كاس العالم في كره القدم، ويلاقي اللاعب بتاع كره القدم هو المشهور وهو النجم وهو الملايين اللي بتتحدث عليه، وللاسف ما بنوصلش، وللاسف من ساعه ما خسرنا افريقيا مش عارفين ناخدها وبنصرف عليها ملايين. طب اللعيبه دي ليه؟ اللعيبه دي مظلومه اكتر من لعيبه كره القدم. اللعيبه دي بتتكسر، اللعيبه دي بتتصاب، اللعيبه دي اهاليها بتوفر من قوتها. شوفوا اللعيبه، اللاعب اللي كان والده قال ان انا بشتغل على زوجتك عشان اصرف على ابني، شوفي اللاعب والد سيف شكري اللي قال لك الجزمه بتاعته ب 5000 جنيه محتاج 20000 جنيه، طب ده لوحده 20000 احذيه، طب اخواته ومصروف اخواته ومش عارف كذا، كل ده بيضحوا بيه عشان يفرحوا بابنهم، عشان يقفوا في حلم وفي ظهر ابنهم. النهارده ما حدش بيهتم باللاعب ده. صناعة البطل مش بالساهل، صناعة البطل مش بالساهل. أنا مدرب منتخب مصر وفاهم وعارف، أنا عملت لمصر منتخب اسمه منتخب الناشئين قبل الاتحاد الدولي ما يعمله، وأنا قاعد في بيتنا وناس تانية هي اللي شغالة. أشكرك كابتن محمد شتا والد البطل بطل الكونغ فو عمر محمد شتا.